الحمام المحشي واحد من أشهر الأكلات التقليدية المصرية اللي كتير من الناس بتعتقد إنه صعب الصنع جداً، لكن في الحقيقة الموضوع سهل. معلقة من خلطة التوابل العربية من كلور على بصلة مبشورة هندلك بيها الحمامة وتحت الجلد كمان، معلقة من السمنة، قوانص وكبد الحمام مع بصلة مفرومة ورز، ونقلب، نحط معلقة من التوابل العربية كمان ونطلع بره النار، مش هنسوي الرز. الرز بنحشيه في ثلاث أماكن، جوه تجويف الحمامة وتحت جلدها وكمان مكان الزور. مية سلق الحمام فيها بصل وجزر وكرفس، سيقان بقدونس وفلفل حصى. زيت التحمير بنحط له معلقة من السمنة علشان يطلع بريحة حلوة وطعم حلو. ده الحمام المحشي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وطعمة جدا.